السلام عليكم اعزائي متابعين قناه ربحك. عندنا لو اول مره تشوفونا يا ريت دعمونا بالاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهارده يا شباب معانا موقع لربح عمله الاثيريوم، موقع جديد زي ما انتم شايفين دي واجهه الموقع. الموقع بيدينا خطه مجانيه، هنا بتحط عنوان المحفظه الاثيريوم وبتعمل بدء التسجيل كده. دخلت على الموقع، دي اسئله تقدر تعرف عنها كل حاجه عن الموقع يا شباب. وهنا بيقول لك اهو مجانا، بيديك الخطه الاولانيه دي مجانا، وانت لو حابب تزود ارباحك في الموقع تقدر. دي كلها خطط في الموقع تقدروا تزودوا الربح بتاعكم منها. تمام يا شباب، طريقه تسجيل في الموقع طبعا بنحط هنا عنوان محفظه الاثيريوم وبنعمل تسجيل دخول اهو زي ما انتم شايفين يا شباب. كده دخلنا على حسابنا، هتلاقي هنا المبلغ موجود اهو، وهنا التعدين بتاعك شغال. هنترجم باللغة العربية كده يا شباب برضو، واحنا في المستوى طبعا واحد. هنا الترقية، لو انت عايز ترقي خطتك بتيجي تدوس هنا كده، اختار من هنا يا شباب، بتعمل مطالبة يعني هنا بتخش تدوس كده وبتحل الكباتشة دي زي ما انتم شايفين. ده كده يعتبر صنبور مجاني، اهو يا شباب صح، الرصيد بيتنقل من هنا لهنا. انا مش عارف العملية دي تعمل كل شوية ولا كل قد ايه، هنشوف دلوقتي. احنا عندنا 12، هنجرب تاني. اربعتاشر اهو يا شباب، دي كده بتعمل العملية ديت، بتحصل على عملة الاثيريوم مجانا من الموقع. لازم تعملها مرتين عشان تحصل على 12 من عملة الاثيريوم. هنعمل كده ريفريش نشوف. هو عامة يا شباب اهو ادانا ايه 14. هننزل تحت كده يا شباب، دي كلها اسئلة تقدر تستفاد منها في الموقع. وطبعا قلنا الخطة ديت مجانا الاولانية، وبعد كده دي كلها خطط اللي حابب يزود ارباحه. وعندنا هنا الفوسيت ديت، طبعا عرفنا من هنا بنحصل على الفوسيت من هنا. تمام يا شباب، طبعا انت لو عايز تزود ارباحك تزود المستوى بتاعك، هنشوف بقى تزود المستوى منين. هنا برنامج التابع، وهنا الصنبور، الصنبور اللي احنا ايه عليه حاليا اهو، شفتوا زاد اهو رصيد زاد. طبعا طلب السحب من هنا، بتيجي تطلب السحب من هنا بيقول لك الحد الادنى سيتم اضافة الانترول بعد 12 التأكد. الحد الادنى 100,000 ساتوشي من عملة الاثيريوم يا شباب اهو، الحصول على عنوان وطول. لا ده من هنا الودائع يا شباب، من هنا الودائع، معلش من هنا الوديعة بتاعتك. يعني هدوس هنا كده كده السحب يعتبر واقف، السحب بيبقى من 100,000 اهو. وهنا الايداع بتدوس هنا كده، وبتدوس هنا بيديك العنوان دوت، بترسل له عليه المبلغ اللي انت هتوضعه في الموقع وبتعمل نسخ، بعد كده تبعت لهم عليه المبلغ اللي انت عايز تستثمره. وهنا الخطة بتاعتك، المستوى بتاع الخطة بتاعتك. طبعا احنا مستوى اول، ودي زي ما قلنا اسئلة تقدر تستفاد منها في الموقع. وهنا ايه الخطط اللي انت عايز، الخطة اللي انت عايز ترقيها لحد المستوى 8. تمام يا شباب، ادوس على الخطة كده بالشكل ده تطوير. المفروض ان انت تودع المبلغ اللي هو مطلوب منك في الخطة عشان تقدر ايه ترقى الخطة. وعامة ان شاء الله اول اثبات سحب هنكون عرفنا كل حاجة عن الموقع، وهنشرحه بشكل اوضح من كده. وكده اكون انتهيت
مش شرح. لو عجبكم الفيديو ريت دعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو آخر إن شاء الله. رابط الإحالة من هنا يا شباب. سلام.